ما بين جائحة كورونا وسياسات الاحتلال الممنهجة، يعاني الفلسطينيون في الداخل المحتل أشد المعاناة، خاصة مع تفاقم الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى ذروته إثر الجائحة. فقد شهد الفلسطينيون في الداخل المحتل حالات إفلاس وتراكم للديون وإغلاق للمصالح التجارية وارتفاع في نسبة البطالة، والحال أسوأ عند الحديث عن القطاع الثقافي. تضعنا في صورة الوضع في الداخل المحتل مراسلة رؤيا روزين عودي من مدينة حيفا المحتلة. مساء الخير روزين، تنطلق الآن ولأول مرة مسيرة احتجاجية ينظمها فلسطينيو الداخل وتطالب بتحسين الوضع الاقتصادي. ما مدى سوء هذا الوضع الاقتصادي وكيف انعكس ذلك على مطالب وشعارات المشاركين في هذه التظاهرة؟ نعم لنا، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. بداية، نحن نتواجد الآن في مدينة حيفا المحتلة في الداخل الفلسطيني المحتل، تزامنا مع انطلاق هذه المسيرة الاحتجاجية التي نظمت على أيدي الفنانين الفلسطينيين احتجاجا على الوضع الاقتصادي الصعب الذين يمرون يعني مروا به منذ آذار عام 2020، منذ تفاقم أزمة أو جائحة إن صح القول، جائحة كورونا، ولا يزالوا يمرون به حتى الآن. الحديث يدور حول إغلاق مسارح، الحديث يدور على حول إيقاف مشاريع وفعاليات ثقافية وفنية كاملة، من أمسيات فنية وثقافية، من مهرجانات وإلى آخره. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على شل الحركة الثقافية في الداخل الفلسطيني. طبعا بالتوازي، حكومة الاحتلال تحاول أن تتنصل من هذه المسؤولية من خلال توزيع منح صغيرة جدا ومضحكة على المواطنين كي تتنصل من هذه المسؤولية. الوضع صعب للغاية، وضع الفلسطينيين في الداخل، الوضع الاقتصادي جدا صعب. كما ذكرتي، هناك أيضا شهدنا إغلاق مصالح تجارية، شهدنا نسبة بطالة عالية جدا بالفترة الأخيرة، وإلى ما شابه من هذه يعني المؤثرات السلبية التي انعكست خلال الأشهر القريبة الماضية. عن هذه النقطة ونقاط أخرى سأتحدث مع السيد محمد بركي، رئيس لجنة المتابعة، متابعة قضايا الجماهير العربية في الداخل المحتل. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا. في البداية أستاذ محمد، منحب نعرف منك حول الوضع الاقتصادي في الداخل الفلسطيني، كيف تصفه في أزمة الكورونا؟ اسمحي لي أن أستغل منصتكم من أجل أن أوجه تعزية إلى الشعب اللبناني الشقيق، وأن أقول له أن هذا الجزء من الشعب الفلسطيني الذي بقي مرابطا في وطنه يشعر بتماثل وتعاضد ودعم للشعب اللبناني في محنته. ونحن فعلا بدأنا اليوم حملة إغاثة كبيرة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، من أجل مساعدة ولو متواضعة لأبناء الشعب اللبناني الشقيق في هذه المرحلة. بالنسبة للأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الاقتصادية في حالة تردي كبير. هي أصلا يعني العربي بشكل عام يعني قبل هذه الأزمة هو آخر من يدخل إلى مكان العمل وآخر أو أول من يخرج، بمعنى هنالك نسبة بطالة تفوق بأضعاف النسبة العامة في البلاد. على سبيل المثال، في من مخلفات الكورونا هنالك حول 1,200,000 عاطل عن العمل. نحن نشكل 20% من السكان، لكن نسبتنا في البطالة هي 40-50% منها. هذا يقول أن هنالك كارثة اجتماعية كبيرة. من ناحية أخرى أيضا، المصالح الاقتصادية الصغيرة، هذه المصالح تعيش من يومها ليومها، يعني لا يوجد عندها ظاهر اقتصادي اللي يمكن أن تمتص ضربة من هذا النوع. يعني إذا لم يكون عندها مدخول على مدار شهر، هذا سيؤدي إما إلى إغلاقها أو على الأقل إلى جوع أصحابها. فهنالك الكثير من المصالح الاقتصادية والخدماتية التي يجري إقفالها في مجتمعنا. ولذلك أنا أعتقد أن يعني ملامح الأزمة الاقتصادية التي نواجهها لم تكتمل بعد بحدتها، بمعنى أنه ينتظرنا أوضاع أكثر صعوبة وأكثر قسوة. لربما أستاذ محمد، أزمة كورونا أثبتت أنه يجب على المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل أن يدير أزماته بنفسه. ماذا تقول عن هذه النقطة؟ وأصلا هل لدينا الجهوزية لندير أزماتنا بأنفسنا؟
أولا في كل ما يتعلق في مواجهة الجائحة نحن فعلا أدرنا أمورنا بأنفسنا، يعني لجنة المتابعة كانت قد أقامت قبل حوالي سنتين اللجنة القطرية للصحة، وفي سياق الأزمة أقمنا الهيئة العربية للطوارئ التي قامت بدور كان من المفروض لوزارة الصحة ومؤسسات الدولة أن تقوم بها، لكن بسبب سياسة التمييز والعنصرية هي أهملت المجتمع العربي في القضايا الأساسية، في قضايا الوقاية والإرشاد، ولذلك نحن قمنا بهذا المشروع بقوانا الخاصة. إذا كنت تقصدين هل نستطيع أن نقيم اقتصادا مستقلا، أنا أعتقد أنه هذا الكلام ليس حقيقيا في هذه الأيام، يعني فيش دولة حتى، مش أنه مجتمع أقلية مضطهد في داخل كيان، إنما فيش دولة تستطيع أن تكون يعني منفصلة عن العالم، عن الاقتصاد العالمي، عن نحن في عصر العولمة للأسف في مجال معين، لكن في اعتقادي أن هنالك بعض عوامل المناعة التي فعلا يمكن أن نوفرها لأنفسنا، مثلا أن يكون دعم للمصالح الاقتصادية في القرى والمدن العربية، أن نشتري من بعض، التجار أن يعملوا على ترخيص الأسعار بحيث يكون ربح أقل وبيع أكثر، شكل من أشكال التكافل المجتمعي، يعني مثلا يقولون أن الدولة تفضلت في المقدمة وحكيت أنه عطت مبالغ زهيدة، اللي مش بحاجة لل 750 شيكل للفرد ممكن يحولها لعائلة أخرى محتاجة، يعني لذلك فيها شكل من أشكال التكافل، لكن أن نقيم اقتصاد مستقل أعتقد أنه هذا غير واقعي. أستاذ محمد، أيضا نرى أن يعني هذا الوضع هو عام يعني على كل يعني دولة الاحتلال، ونرى في الآونة الأخيرة بشكل خاص تظاهرات خرجت إلى المفارق وإلى أماكن عدة مركزية في دولة الاحتلال. لماذا لم نرى تواجد عربي أيضا في التظاهرات التي لربما تشكل أكثر تأثيرا على السياسات العامة في الدولة؟ الحقيقة أن هنالك عدة جوانب لهذا الموضوع. الجانب الأول أنه لا، مظبوط في كثير مواطنين فلسطينيين يشاركون في هذه المظاهرات، لكن نحن لا نستطيع أن نشارك في كل شيء، لأن هنالك بعض الشعارات التي ترفع، مثلا حقوق الجنود المسرحين، نحن لا نستطيع أن نكون جزء من هذا الأمر، أو يعني حتى شعارات سياسية اللي يمكن أن تكون متناقضة مع رؤيانا، لكن في الموضوع الاجتماعي فعلا في ضرر وفي ضربات تنزل على كافة المواطنين في هذه البلاد عربا ويهودا، ولكن هنالك مساحات التي يجب أن نعمل فيها نحن كمجتمع فلسطيني في الداخل، مثلا هذه المظاهرة التي تجري الآن وراءنا هي للفنانين والمبدعين، وأنا طبعا أؤيد مطالبهم، صحيح أن الإنسان حاجته الأولى هي لسلة غذائية ولحاجات غذائية، لكن أيضا يجب أن لا نكون مجرد متلقي سلات غذائية، يجب أن نكون سلة ثقافية وسلة معنوية. شكرا جزيلا لك محمد بركة، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية. نعم زميلة لنا، كان لنا هذا اللقاء مع السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة، متابعة قضايا الجماهير العربية في الداخل المحتل، تحدث فيه عن الوضع الاقتصادي بشكل عام الذي يعني يؤثر بشكل جدا سلبي على المواطنين العرب. نعم شكرا لك روزين عودة، كنت معنا من الداخل المحتل، ولضيفك الكريم.